السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مولانا. الحمد لله. والله لو سمحت يا حضرتك لو الواحد حط فلوس في البنك حرام ولا حلال؟ هتاخد فوائد ربوية منها أم لا؟ لا. لا خلاص لا بأس. يعني لو حطيت وديعة عادي؟ ما هي وديعة فيها فوائد في النهاية. كيف ذلك؟ السلام عليكم. شكرا. عفوا الله يسلمك.